رؤية الدولة الآن للإعلام رؤية مضى عليها 40 سنة أو 50 سنة. هم شايفين أن الإعلام هو الإعلام الموجه. يعني البعض يرى أن الإعلام لازم يبقى عنده توجيه زي التوجيه المعنوي كده في قوات مسلحة، اللي هي رسالة واحدة يقولها كل الناس في توقيت واحد. وده مستحيل. ليه مستحيل؟ يعني كان ممكن في الستينات ده يتم، ما هو ما فيش مصادر، كنا عندنا حاجة اسمها الدولة ذات الستار الحديدي، يعني ما فيش لا تسمعي ولا تقري ولا تشوفي إلا اللي احنا عايزينك تقريه وتسمعيه وتشوفيه. وحتى مثلا القنوات أو يعني إذاعات زي إذاعة البي بي سي وكذا كان بيتعمل عليها تشويش. فهو ده خلاص خلص. أنا الوقت ما بقى مستحيل أعمل الحجر ده على الرأي في مصر أو في أي دولة في العالم، استحالة عملية. لأنه خلاص أنا أقدر دلوقتي أشوف سي إن إن وأشوف السي بي إن سي، أشوف فوكس نيوز، أشوف بي بي سي إنجليش، أقدر أشوف لو عندي شوية لغات أقدر أشوف الألمانية والفرنسية وكذا، وأقدر أحصل على المعلومات الحقيقية. فلا، السوشيال ميديا لعبت دور في نقل كل الأفكار وكل الآراء. فإنه اللي إحنا عايزينه التعدد والحرية، ودي المعيارين اللي كل المناقشات بتصدرهم. والغريبة جدا بقى بصراحة انه بعض الاعلاميين يتبنى الرؤية دي. يعني افهم انه غير الاعلاميين يتبنى رؤية لو كل الناس يوصل رسالة واحدة ويضرب ضربة رجل واحد وقع بفأس واحدة، ما معتش. يعني مش هينفع تعمل ده. ليه؟ لانه انا هقدر اروح لاعلام بديل، انا هقدر اروح لقنوات اخرى، انا هقدر اروح لكتاب اخرين على السوشيال ميديا. انت منع كتاب من الكتابه عندي، لو كتب المقال يشوفه 4 مليون 5 مليون، يعني الجريده ممكن توزع 100,000 و 150,000، المقال يشوفه 200 مليون مثلا، ولا 50 مليون، ولا 70 مليون، وهكذا. فهي الفكره انه قدرتك على المنع تم تقييدها بالتكنولوجيا، قدرتك على المصادره تم تقييدها بالتكنولوجيا، وبالتالي ليس لك حل الا التعدد وتعدد الاراء والافكار، وسيب الناس تناقش. ما الرئيس كان قاعد امبارح هو ابراهيم عيسى اتكلم، وابراهيم الجلح اتكلم، ده قال اتجاه وده قال اتجاه مخالف، ومع ذلك ومكرم محمد احمد قال اتجاه تالت. فانما وما حصلش حاجه، الرئيس ضحك. بس لما يسمع هو وحكومته اكتر من رايه واكتر من فكره، ممكن تغير حاجات، تغير سياسات، تغير مسائل. يعني 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 انا اعتقد انه كشفت المناقشات امبارح كشفت عمق الازمه الخاصه بالاعلام المصري، وكشفت ايضا اتجاهات الحكومه التي لا تؤمن بالتعدد فيما يخص الاعلام وتشعر بالخطر من الاعلام. يعني لما تيجي بصراحه، يعني لما الرئيس يقول انه الاعلام سبب مشاكل في بعض القضايا، مش صحيح. زي سد النهضه، لا،